أولا أقدم شكري وتقديري إلى كادر قناة الموصلية وإلى السيد مدير عام قناة الموصلية المحترمين. ثانيا، نحن المتقاعدين من المديرية العامة لتوزيع كهرباء المنطقة الشمالية، حيث لدينا هناك مخصصات وهي مخصصات الخطورة لعام 2016 وهي سنة كاملة. هاي المخصصات لم نستلمها، وإن أمر الصرف صادر من وزارة المالية في 18/10/2021، وهناك منذ 4 أشهر ونحن نراجع الدائرة دون أي نتيجة. وكما أيضا أناشد السيد رئيس هيئة النزاع في محافظة نينوى للتدخل، وأيضا أقدم مناشدة إلى السيد محافظ نينوى للتدخل السريع. هناك الرواتب وهي من المخصصات المدخرة لتربية محافظة نينوى وهي بواقع 95 مليار صرفت ومبلغ هائل، وإنما نحن المبلغ الذي هو من المخصصات ما يقارب 30 مليار. ونناشد كل الجهات المعنية للتدخل، يعني اليوم 6 أشهر، يعني هل معقولة 6 أشهر مدير عام ما يوفر المبلغ؟ والله احنا متقاعدين من كهرباء نينوى، طلعنا متقاعدين، طبعا طلعنا حدنا على تقاعد بال 2018، يعني 3 سنوات من طلعنا تقاعد، لحد الان عندنا متعلقات داخل الدائرة. من المفروض انه احنا من نهار نطلع متقاعد، كلها الفلوس اللي عندنا بالدائرة يسلمون إياها. إيه، ولحد الآن مدخر مال 2016 ما أنطونا إياه، أنطونا 2015 أكلوا شهر علينا. إحنا بشهر السابع 2015 أخذنا السابع، ثامن، تاسع، عاشر، 11، 12، 15 استلمنا مال 4 أشهر، شهر وين راح؟ ما حد أنطانا إياه. بالإضافة لهذا ال 16 هاي صار لهم تقريبا أجل من شهرين 3 أشهر، إحنا يوم اليوم مباشر واليوم مباشر وتسويف، وما افتهمنا إيش القضية، ما شفنا واحد مسؤول طلع قال يابا على فلان شغلة إحنا موقفين. ولهذا العالم تعرف هالوضع هذا، واللي بيوته مدمر واللي ما قاعد بإيجار واللي مديون، وإحنا اللي بقينا هنا بالدائرة ما طلعنا من المدينة، والقصف اللي صار على رأسنا والجوع اللي شفناه والضيم والخوف والرعب والقصف على رأسنا. زين، احنا حالنا حال هاي الناس اللي استلمت مثل الزراعه والتربيه والصحه والنفط، كل ما استلموا راتبهم وانطونا 2015، يعني انطونا بس الاسمي وقطعوا الزوجيه والاطفال والخطوره والشهاده، هي هذه هي مثل ما يقول ثمره الراتب، انطونا الاسمي، الاسمي شيء قليل ما يسوي الخطوره والزوجيه والاطفال والشهاده، هي اللي ضعف الراتب.